سلامة، شقولكم لو كان اليوم نعطيكم وصفة السعادة by making others happy، واللي هي أسرع طريقة باش تكون أنت فيها فرحان بال سكان أبيل ذا فور إيز، الأربعة لي كاتخ أ. الأ الأولى هي attention، لاتونسيون، يعني وقت اللي أنا نسمع الآخرين. الأ الثانية هي appreciation، يعني لابريسيسيون، يعني وقت اللي أنا نشوف الباهي ونوري الشخص الآخر اللي أنا نشوف الباهي والخير اللي فيه. الثالثة هي الأفكشن، الأفكشن يعني كيرينج، يعني الاهتمام، أني نهتم بالآخرين ونوريهم ونحسسهم اللي أنا غالما مهتم. والرابعة اللي هي acceptance، يعني الاكسبتاسيون، التقبل، يعني I'm not trying to change them، يعني أنا لست هنا لأغيرهم.